تفضل أخ رشيد. فلا شرعية لمحمد في نبوته إلا إذا استمدها من أقوال الأنبياء السابقين وبالضبط من الكتاب المقدس، فهي مهمة للمسلمين وللمسيحيين. تفضل دكتور منقذ. المسلمون يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما ثبت لديهم من دلائل نبوته المختلفة، المعجزات، الكتب، الكتاب، النبوءات، وهذا ليس موضعهم، من غير حاجة إلى شهادة الكتاب المقدس. خلافا لما قاله الأستاذ رشيد، ليس من شرط النبي الصادق أن يتنبأ عنه نبي قبله. من اللي تنبأ عن إبراهيم؟ من اللي تنبأ عن موسى؟ من اللي تنبأ عن يشوع؟ من اللي تنبأ عن داود؟ هذا الشرط الذي جعله الأستاذ رشيد شرط غير صحيح. لذلك لم يهتم المسلمون كثيرا بهذه النبوءات الكتابية لأنها وردت في كتاب محرف بين أيدينا اليوم. تفضل أخ رشيد. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه لم يقل لنا أين في التوراة والإنجيل، ما رقم الآية، ما اسم الآية، أي سفر من الأسفار. تفضل دكتور منقذ. أي كتاب مقدس هذا الذي نبحث عن البشارات فيه؟ الكنيسة الحبشية عندها 81 سفر، الكاثوليكية 73، البروتستانت 66، اليهود السامريين 5 بس، اليهود العبرانيين 39 سفر. أريدني أن أبحث في أي كتاب منها. تفضل أخ رشيد. لماذا سماهم أهل الكتاب إذا كان كتابهم محرف؟ لماذا قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ هو مصدق على الكتاب الموجود في عصره. تفضل دكتور منقذ. مصدقا لما بين يديه يعني التوراة والإنجيل، مش العهد القديم المحرف والعهد الجديد المحرف، إنجيل المسيح مو إنجيل التلاميذ. تفضل أخ رشيد. آباء الكنيسة كتبوا عشرات الكتب بل مئات، هل تكلم عنه أغسطينوس؟ هل تكلم عنه أوريجانوس؟ هل تكلم عنه ترتليانوس؟ هل تكلم عنه جاستن دي مارتر؟ تفضل دكتور منقذ. القديس جاستين الشهيد في 165 ميلادي قال شيئا عجيبا، اتهم اليهود بحذف البشارات بيسوع من العهد القديم. طيب اليهود إذا حذفوا البشارات من العهد القديم بيسوع، ألن يحذفوها بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ تفضل أخ رشيد. كيف تحتج بوثيقة تعتقد أنها مزورة؟ تفضل دكتور منقذ. يسأل الأستاذ يقول إذا كان الكتاب محرف فكيف تستشهد به؟ يقيننا بتحريف الكتاب لا يعني خلوه من الحق ومن بقايا هدي الأنبياء ووحيهم، يمكننا أن نستخلص من ركام التحريف بعضا من الحقيقة التي أنزلها الله عز وجل. حين نستشهد بهذه الوثيقة المزورة برأينا، إنما نستشهد بها لأنكم أنتم تؤمنون بها وليس من أجلنا. تفضل أخ رشيد. أسألك، في شخص عاقل يذهب إلى محكمة بوثيقة مزورة ويستشهد بها على نبوة محمد؟ تفضل دكتور منقذ. أنا إذا الآن أنت رفعت علي دعوة في محكمة تدعي إنه هذا البيت هو لك وتقدم وثيقة، أنا أروح المحكمة أقول لهم يا جماعة هذه الوثيقة مزورة لكن فيها دليل على أنه لا يملك البيت. مثلا الوثيقة تقول أنه أنا بعت البيت في عام 1950 وأنا مولود في عام 1967، إذن الوثيقة مزورة، فأنا أستشهد بالوثيقة المزورة عليك ولا يحق لك أنت أن تستشهد بالوثيقة المزورة. تفضل أخ رشيد. طيب لماذا قلت بأن محمد هو رئيس هذا العالم وأدركت بأن رئيس هذا العالم في عرف المسيحيين هو الشيطان؟ قل للناس أخطأت. تفضل دكتور منقذ. إنما قلت في الطبعة التي تراجعت عنها من 20 سنة، قلت بأنه هو رئيس العالم، بأنه رئيس العالم، ثم بعد ذلك عندما رجعت إلى السياقات وجدت أنه خطأ. في هذه المرة أخطأت وسأخطئ. ثم أطلع طبعة جديدة من كتبي، اعلموا أني تراجعت عن بعض الأشياء كما يصنع طابعو الكتاب المقدس، ما في طبعة إلا وهي تتراجع عن أشياء أخرى. تفضل أخ رشيد. قل للمشاهدين بأن كتابي كان غلطة، أنا غلط. تفضل دكتور منقذ. بداية دعني أريك شجاعتي، هذه المعلومة التي ذكرتها في الطبعة الأولى كانت خطأ مني، وبالمناسبة سجل علي. الكتاب المقدس اللي أنت بتؤمن فيه بتغير من طبعة لطبعة، فأنا مستعد لمناظرتك بعنوان
أخطاء الكتاب المقدس، لأثبت لك بدل الخطأ 10 و100 من كتابك المقدس. كل الناس تخطئ، إذا الكتب المقدسين أخطأوا، ممكن معه يخطئ؟ طيب تفضل أخ رشيد، اعطني دليل. تفضل دكتور منقذ. في سفر التثنية نقرأ خبرا مباركا يسوقه موسى عليه السلام: جاء الرب من سيناء وأشرق له من ساعير وتلألأ من جبل فاران. في نص في سفر حبقوق النبي يؤكد هذا المعنى، يقول الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. طيب وين جبل فاران يا جماعة؟ الذي ستتلألأ النبوة من فوقه. سفر التكوين يرشدنا على المكان فيقول، وهو يتحدث عن إسماعيل عليه السلام، يقول وسكن في برية فاران. إذن إسماعيل سكن في برية فاران، والقدوس سيتلألأ من فوق جبل فاران. أين سكن إسماعيل؟ اسأل أي عربي على وجه الأرض. تفضل أخ رشيد. ما علاقة موسى بإسماعيل؟ فاران ذكرت دون أن تحتاج إلى تعريف، فهي معروفة عند اليهود. بدل دكتور منقذ. عندنا في التلمود يا أستاذ، التلمود يتحدث، وهو يتحدث عن سفر التثنية، يقول بأن الله عز وجل أعطى التوراة للإسماعيليين، الإسماعيليين هم العرب، أعطاهم في فاران لكنهم لم يقبلوها. تفضل أخ رشيد. موسى بيودع بني إسرائيل الوداع النهائي، تتخيل أنه قاعد يتكلمهم عن واحد هيجي من بعد 2000 سنة، ولا بيذكرهم برحلته معاه إلى أن وصل للنهاية؟ شو المنطق؟ ماذا يقول المنطق؟ اللوجيك، ماذا يقول التفسير المنطقي لهذه؟ تفضل دكتور منقذ. أنت تقول لماذا ينبئ بفاران؟ ما الفائدة قبل وفاته موسى عليه السلام يحدثهم عن فاران؟ المفروض يحدثهم عن رحلاته السابقة. لا يا أستاذ، الخبر المبارك الذي ساقه لهم يتعلق بشيء ينفعهم بالمستقبل، كما فعل يعقوب عليه السلام، قال لأبنائه اجتمعوا لأريكم بما يحصل في آخر الأيام، فأخبرهم بما يحصل في آخر الأيام. تقول هذا غير منطقي غير معقول، إذا اللي فعله يعقوب أيضا غير معقول وغير منطقي. تفضل أخ رشيد. جاء الرب من سيناء، هو محمد الرب، أشرق لهم من سعير، الرب نفسه، تلألأ من جبل فاران، الرب نفسه، المحمد هو الرب. تفضل دكتور منقذ. عندما يتحدث الله عز وجل عن مجيئه، قد يراد حضور نبي من أنبيائه، أو ملاك من ملاكه، أو قاضي من قضاته، أو شريعته. هذه طريقة التوراة في التعبير. الله قائم في مجمع الله، يعني القاضي واقف في مجمع القضاة. تفضل أخ رشيد. اعطني دليل. تفضل دكتور منقذ. هناك بشارة قصيرة من نبي دانيال بمملكة ستسحق الرومان. من الذي سحق الإمبراطورية الرومانية؟ المسلمون، أخرجوهم من بلاد الشام، من مصر، من تركيا، ثم أخذوا منهم عاصمتهم القسطنطينية فصارت عاصمة للإسلام. متى سحقت مملكة المسيح الإمبراطورية الرومانية؟ وقد عاش وهو يدفع الجزية لهم، وحسب معتقدكم مات وهو معلق على صليب روماني. تفضل أخ رشيد. اعطني دليل. تفضل دكتور منقذ. النص يقول في سفر المزامير: طوبى للساكنين في بيتك. حديث عن بيت الله. في عدة عناصر اجتمعت في هذا المزمور. أولا أنه يتعلق بالحج، كل المفسرين يقولون يتعلق بالحج. أنه يتعلق بشخص ينصره الله، طوبى للرجل الذي نصرته من عنده. أنه مكان مبارك، واحد من ديارك خير من ألف. أول تحريف في النص، النص اسم علم يتحدث عن بكى، بكى بالألف، وهذه الكلمة ليس لها معنى باللغة العبرية لأنها كلمة مأخوذة من اللغة العربية، ولا يتحدث عن بكى التي تعني البكاء. تفضل أخ رشيد. دعني أسأل الدكتور منقذ الصقار، من هو كاتب هذا المزمور الذي استشهدت منه؟ هل تعرف من هو كاتب هذا المزمور؟ هل هو داود كما تعتقد؟ إنهم بنو قورح. بنو قورح أين يخدمون؟ يخدمون في بيت الله. ما هو بيت الله الذي يخدمون فيه؟ هو الهيكل، هو خيمة الاجتماع قبل الهيكل. إذن هم، هل تعتقد أنهم سيكتبون نشيداً، والمزامير هي أنشاد، سيكتبونه عن مكة التي لم يخدموا فيها قط، أم سيكتبونه عن البيت الذي هم خدام فيه؟ أي
أي ما هو المنطق؟ شغل مخك يا حضرة الدكتور، شغل مخك معي شوية. تفضل دكتور منقذ. ما رأيك يا أستاذ لو قلت لك بأن هذه المعلومة غير صحيحة؟ غير صحيحة. خلينا نشوف ماذا يقول العلماء يا أستاذ. نبدأ بأنطونيوس فكري، يقول في ناس بيقولوا أنه هذا الصفر أو هذا المزمور كتب فترة السبي كما أنت قلت، لكن رأى آخرون أن هذا المزمور هو بلسان داود. داود قبل الهيكل يا أستاذ، قبل أن يبنى الهيكل. فكيف مشتاق للهيكل؟ السؤال اللي أنت سألته، كيف مشتاق للهيكل ولسه الهيكل ما بني، سيبنى في عهد سليمان؟ رتل هذا المزمور داود قبل بني قورح 600 سنة يا أستاذ، حينما أراد أن يبني بيتا للرب، لكنه لم يبني، الذي بناه هو ابنه سليمان. هذا مصدر ثاني يا أستاذ. تفضل أخ رشيد. لن تستطيع أن تثبت وجود مكة في عصر داود، أثبتها أصلاً بعد الميلاد لكي تستطيع أن تثبتها قبل الميلاد، في القرن الثالث بعد الميلاد حاول تثبتها. مكة لا وجود لها، لم تكن موجودة أصلاً في عصر داود، وإلا كان داود مفروض يحج لها. تفضل دكتور منقذ. يقول هل ذكرت مكة في القرن الرابع قبل القرن الرابع الميلادي؟ لا، الحقيقة يا أستاذ معلوماتك بدها مراجعة بشكل كبير كبير كثير. أولاً ذكرت في كتابك المقدس. إذا كان هذا السفر سفر التكوين من كتابة موسى عليه السلام، فمعنى ذلك أن موسى ذكر مكة في القرن الـ14 قبل الميلاد. اقرأ ماذا يقول الكتاب المقدس، هذه نسخة نيوكاسل 1811، يقول عن بني قحطان في سفر التكوين: كان مسكنهم من مكة. الطبعات الجديدة تقول من ميشا، لا تغرك هذه الطبعات، من مكة إلى أن تجيء إلى المدينة. هذه سعاد يجاؤون الذي أفهمنا الغامض من التوراة، يقول كان مسكنهم، هذه نسخة توراتية يا أخواننا، نسخة توراتية بحروف عبرية، ترجمة عربية لكن بحروف عبرية، تقول كان مسكنهم من مكة. إذا كان كاتب هذه التوراة هو موسى عليه السلام، فمعناته موسى كتب قبل 14 قرن، مش بالقرن الرابع الميلادي يا أستاذ، 14 قبل الميلاد. تفضل أخ رشيد. هل محمد مذكور في الكتاب المقدس؟ نعم، مذكور ضمن الأنبياء الكذبة وليس ضمن الأنبياء الصادقين، وورانا كيف نعرفهم، من ثمارهم تعرفونهم. لازلنا نرى ثمار هذا النبي إلى اليوم في تفجيرات وفي بن لادن وفي القاعدة وفي بوكو حرام وفي كل هذه الجماعات. تفضل دكتور منقذ. من ثمارهم تعرفونهم، النص اللي أنت قلته، القتل والإرهاب في النصوص المقدسة، القرآن والكتاب المقدس. أتحداك، هل يستطيع الأستاذ رشيد أن يناظرني في موضوع الوحشية بين حياة المسلمين وبين رسل المحبة والسلام الذين ملأوا العالم بالمشاعر المحترقة، الأجساد التي أحرقت في سبيل المسيح كما يقولون؟ نعم يا أستاذ، هذا ما أدعوك إليه إذا كنت تؤمن بنص من ثمارهم تعرفونهم